إذاعة صوت ورزازات منبر لكل ورزازي وورزازية خاصة والمغاربة عامة. صوت ورزازات إذاعة إلكترونية نبثها عبر أثير النت. إذاعة صوت ورزازات أخبار، ثقافة، فن، رياضة ومواضيع اجتماعية. صوت ورزازات منكم وإليكم. صوت ورزازات بث يومي من 9 ليلا إلى منتصف الليل. كونوا في الموعد. صوت ورزازات لسنا الوحيدين لكننا نسعى أن نكون الأفضل. ورزازات ولا عندها صوت، صوت ورزازات ثقافة حوار ميوزيك انغام ليك انت عليك انتي بغينا نتكلمو بصوت واحد نعبرو وكلشي بغا تغيير مستقبل جديد يد وحده ما تصفق نمر واحد يجمعنا صوت ورزازات كلمة وحده كلمتنا على صوت ورزازات ورزازات بالراديو ناو الكترونيك راديو اسمع صوت ورزازات. مستمعاتنا مستمعين يوم 5 أبريل 2014 عرف إقليم ورزازات مهرجان الصوتيات للمدرسات واللي شاركت فيه 20 مدرسة. هذا الحفل هذا كان متنوعا حيث ماشي غير مسابقات صوتيات بين المدارس اللي كان، ولكن كذلك كان إتحاف الحضور بمجموعة من الفقرات الفنية والثقافية. وهذا المهرجان هذا اللي كينظمه هو جمعية التعاون المدرسي بمعية جميع الأندية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية، وكان لنا لقاء حيث كان الفائز هو المدرسة الجماعاتية لأغر من نقدال. هذه المدرسة الجماعاتية اللي شاركت بأغنيتين، الأغنية الأولى اللي هي مدرستي والملحن ديالها هو الأستاذ نعمان تستيفت، كاتب الكلمات الأغنية هم تلاميذ وتلميذات المدرسة كوثر أوتشديرت، نوال حمان، عبد الصمد فاتح، هبة السلت، وسناء بولعصافر. والأداء كذلك هو من هذا التلامذ هذا، مع العلم أن الأداء الفردي كما قلنا الكلمات هي من بين كاتب الكلمات عبد الصمد فاتح، وهو كذلك أداء فرديا. وكما كنشوفوا بأن العزف هو كذلك داروا هاد التلامذ والتلميذات ديال المدرسة الجماعاتية بإغر من قدال، حيث على العزف كان المؤطر اللي هو نعمان تستيف، تلمياء العباس، التلميذة فاطمة إمغارن، التلميذة منى البوتفوس، التلميذ نوال حمان، التلميذ أمين بالعزيز، التلميذ عبد العزيز أجغو، والتلميذ عمر إذ يعني. وفي الأداء كانت تلميذة كوثر أوتشديرت، التلميذة هبة السلت، التلميذة وصال عوري، التلميذ يونس أجغو، التلميذة فاطمة الزهرة إفرادا. كانت إذن كلمات للتلاميذ والتلميذات، وكذلك الأداء كان للتلاميذ، وحتى العزف كان لتلاميذ المدرسة الجماعاتية. ونترككم مع هذا الملخص وهذه الارتسامات التي استقيناها لكم من داخل قصر مؤتمرات بالورزازات. المهرجان من هي المؤسسة التي حظيت بلقب شرف احتفال لقب الدورة الخامسة؟ من هي المؤسسة التي حظيت بجائزة المهرجان ونالت رضا لجنة التحكيم وأقنعتها وأبدعتها؟ كما أننا نقول بأن الجميع أمتعنا والجميع أقنعنا. مدرسة إذن سيبو من جل ما تزربش، احنا بغينا نديرو تشويق. انا عرفت عندك الاسم، والاسم انا مشتوش ما بغيتش نعرفو حتى انا، بغينا نسبقو على جميع المؤسسات اللي شاركات. بسيط بسيط جميع المؤسسات. بيت الحال قمات مخاليد فوسنون نايت ماجس مات سوس مغبهرة تيوين تورارين اللي نزرع نصفل ذكران تورارين اللي ورجن نصفل اللي وران امحضار نغطي اللي وران سلمادن سلمتين مادن أرون تيني أيو زنون تنمير زنون أركن تشكار بهرة تنمير بهرة غني كل يوجد مغزة. إذن جائزة المهرجان والتي حظيت بشرف لقب الدورة الخامسة هي مدرسة المدرسة الجماعية بالنقطة، مدرسة الجماعية بالنقطة. إذن هذه
هنيئاً للمدرسة الجماعية ونبدأ وننادي على السيد نائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ليسلم الهدية، وكذلك للسيد إبراهيم أرميد ليسلم الشيك لهذه المؤسسة. إذن تفضل أستاذ. إذن سيد الأدري الحجوجي الحبيب، عفوا سيد الحجوجي الحبيب، عفوا غلط في الاسم مكتوب عندي هنايا، سيد الحجوجي الحبيب يسلم الشيك، وتحية للسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وشكر موصول كذلك للسادة أعضاء المكتب الوطني، وهنيئا للمدرسة الجماعية. اسمي سناء أبو العصافر، المدرسة الجماعية إغرم نبدل، وأنا أيضا رئيسة مجلس طب المدرسة الجماعية، فأنا فرحانة بزاف حنا اللي دينا الجائزة الكبرى، فكناش كنتظروا هذه الجائزة، فحنا فرحانين بزاف ما نقدروش نوصفوا الشعور ديالنا. كيفاش من قبل كاع قولي لي الشعور ديالك قبل ما تطلعي، قبل ما تكونوا طالعين لاسين؟ انا شعرت، انا كنت عادي حيت عرفت باننا غنديو جائزه كبرى، حيت درنا واحد المجهود كبير فوق التقصير. اشني ممكن تقولي لي انك شفتي العروض من البارح حتى اليوم، اشني خلاك تكوني متيقنه بان العرض ديالكم هو اللي غادي يتزاد؟ انا لاحظت ملاحظات كما قال لنا الاستاذ، حيت لاحظت ملاحظات قلت صافي احنا اللي غنجيبوها، حيت ما عندناش ذكاء ملاحظات بزاف، وملي شفت الفرقه الموسيقيه دارتها باحسن اداء ديال الفرقه الموسيقيه، الاطفال هما اللي داروا الموسيقى، هما اللي عزفوا على الالات، هما اللي عزفوا على الالات وداروا الايقاع وداروا كل شيء، وداروا الجيتار البيانو كل شيء داروا هما. هنيئا لكم، كنتمنى لكم التوفيق ومسيره موفقه. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم تستيف نعمان، المؤطر ديال الدراري ديال المؤسسه الجماعيه ديال غرم نكدال، وانا فرحان بزاف بزاف حيت نلنا الجائزه الكبرى ديال هذا المهرجان ديال هذا العام في الدوره الخامسه، وكنوه بجميع المدارس كذلك اللي داروا مجهود، وحيت كاينين طاقات الحمد لله في الاقليم ديالنا مزيانين، خاصهم يتشجعوا، وهاد الدراري هادو مساكن راه كانوا محرومين، و يعني جسر التواصل معهم كان بعيد شويه، والحمد لله راه دابا غادي كيندمجوا واكتسبوا تجربه جديده الحمد لله، وكنتمنى يزيدوا اكثر واكثر في النجاح ان شاء الله. نتمنى لكم مسيره موفقه. شكرا جزيلا. مصطفى تبرزيس، رئيس جمعيه غرب نبدل للتعاون المدرسي، اللي كتساهم في تسيير المنطقه الاجتماعيه للمدرسه الجماعيه، وكتدعم الانديه التربويه المدرسيه، ومن بين هذه الانديه هناك نادي الموسيقي والفنون التشكيليه، حيث ان المدرسه الجماعيه شاركت مجموعه صوتيه 15 تلميذ منهم عازفين، تلاميذ كيعزفوا على الالات، والاداء الفردي والاداء الجماعي، وهادشي من تاطير الاستاذ نعمان تسدي بشراكه مع جمعيه ابرار للفنون دول الجزائر، وحنا جد فرحانين بهاد النتيجه. واش كنتو كتنتظروا هاد النتيجه؟ كنتو منتظرينها؟ نورمالمون حنا ماشي منتظرينها، ولكن المجهود الحماس اللي كاين في الدراري عرف بان المجهود ديال المؤسسه شي افضل. لكن تبعتوا العروض من بعد حتى تبعنا العروض من البارح، وتبعنا العروض وعرفنا سميتو، عرفنا بان ما هو الشيء اللي خلاكم تشعروا بالاهتياف انكم غادي تديوها، الشيء المميز في الشيء المميز هو ان احنا كنا كنأطروا التلاميذ على ان هذا المهرجان خصو يكون ديال التلميذ ماشي ديال الاستاذ، احنا كنعتمدوا على التلميذ، وهو اللي كتشوفي ان احنا التلاميذ هما اللي كيديروا الاداء، وهما سميتو حتى الاستاذ ديالهم العزف كيتا العزف، وبالنسبه للاستاذ ديالهم احنا طلبنا منه ان ما يوقفش الخشبه، لان حتى الكلمات على ما اظن الكلمات ديال التلاميذ، راه هو الكلمات انا منتظر الكلمات ديال التلاميذ، مجموعه من التلاميذ هما خمسه، كاين سناء ابو العصافر، هبه تسول، نوى الحمان، كوثر الشتير، عبد الصمد فاتح، هذو اللي داروا الكلمات، وتابنا
بالنسبة للحن كانت بالاستشارة مع هذوك التلام وكنسمعهم حتى داروا اللمسات الأخيرة لأن اللحن ديال الأستاذ نعمان تستي ولكن اللمسات الأخيرة داروا مع بشاركة مع هذوك التلام وهذا الشيء اللي كيجعلنا حنا وكنتمناو أن هذا المهرجان هذا يكون مهرجان ديال التلميذ ما باقيش يكون مهرجان ديال الأساتذة يكون مهرجان ديال التلميذ الى مهرجان ديال الاساتذه راه نورمالمون حنا نجيبو مستر جود ويطلعوا للصين ونصدقوا في مسائل اخرى اما المهرجان ديال الدوره الماجيه ان شاء الله ما نلقاوش الكلمات ديال الاستاذ ولا سميتو اللحن باش يكون الموهبه عند التلميذ نعطيو فرصه لهذا التلميذ هذا ويعبر على الرغبه ديالو حنا اكتشفنا لان المجموعه الصوتيه اللي كتشوفي ديال غير من قدام ما بدات الاشتغال على الاله حتى نوفمبر 2013 كان يدير جوج حصص في الاسبوع ما كتشناش حصص حتى علمونا بان حتى شهر جوج باش علمونا بان مهرجان الصوتي غادي يكون في شهر ثلاثه ولينا كنديروا ثلاث حصص في الاسبوع ودرنا كاين جوج مجموعات لان كاين التاثير ديال 35 تلميذ في هذه المده هذه وكنتمنى هذه التوصيه ان المهرجان الاقليمي للمجموعات الصوتيه يختصر على التلاميذ هذا هو شكرا لكم السيره موفقه واكيد الفرحه ديال التلميذات والتلاميذ ونحن مازال كنعيشوها معاهم هنيئا لكم هذه الفرحه شكرا
المدرسة الجماعية بإغرام نوكدال. مستمعاتنا مستمعينا أستاذ الستار على المهرجان الإقليمي للمجموعات الصوتية المدرسية اللي كان شعار ديالو التربية الموسيقية آلية فعالة لترسيخ ثقافة الحق والواجب، واللي كنشكرو في الحقيقة لأن تبعنا جميعا هاد التظاهرة من البارح اليوم، مع العلم أن الدعوة هي جاتنا من المجلس الطفل من جماعة إغرم نوكدال أو المدرسة الجماعية لإغرم نوكدال. كانت عروضا متنوعة مختلفة، كان أداء رائع مختلف ومتنوع من طرف التلاميذ تلميذات المدارس بالإقليم. والجائزة الأولى دائما كما سمعتي ومعنا بأنها عادت للمدرسة الجماعية لإغرم نوكدال، هذه المدرسة اللي فتحت الأبواب ديالها مجرد هذه السنة دي تفوز في هذا المهرجان. إذن هنيئا لها وهنيئا لجميع المدارس المشاركة في هذا المهرجان. تحية فدوى بوه من قصر المؤتمرات بورزازات. ورزازات ولا عندها صوت، صوت ورزازات ثقافة حوار ميوزيك انغام ليك انت عليك انتي بغينا نتكلمو بصوت واحد نعبرو وكلشي بغا تغيير مستقبل جديد يدو حدا ما تسبق من غير واحد يجمعنا صوت ورزازات كلمة وحدة كلمتنا على صوت ورزازات ورزازات بالراديو ناوي الكترونيك راديو يو اسمع صوت ورزازات.